حسين إبراهيم، باحث في شؤون الشرق الأوسط. اليوم اختمت قمة الرياض بين مجلس دول التعاون الخليجي ورابطة الآسيان، حدثنا عن مخرجات هذه القمة. بالتأكيد كقمة تاريخية الأولى من نوعها تظهر مدى الاهتمام الثنائي سواء من الطرف الخليجي التوجه نحو الشرق، وأيضا اهتمام الدول الآسيوية وآسيان تحديدا بالقدوم إلى المملكة العربية السعودية وإلى مجلس التعاون الخليجي لنظرا لما تشاهده من نهضة عمرانية، تطور اقتصادي كبير، وبنية تحتية ضخمة كبيرة يجري العمل عليها. كل هذا يجعل الطرفين بإمكانهم أن يعملوا معا في قطاعات متعددة اقتصادية، في الاستثمار في مجالات متعددة، والطاقة النظيفة أيضا، وقطاع التكنولوجيا. نلاحظ اهتمام مشترك بين هذه الدول للعمل نحو مستقبل جديد يخدم هذه الاقتصاديات، وخصوصا أن اقتصاديات المملكة ومجلس التعاون الخليجي ودول آسيان تعتبر تحقق نسب نمو عالية جدا مقارنة بكثير من الدول الغربية التي لم تحقق مثل هذه النسب. فبالتالي التعاون يفرض نفسه ويحقق، يفتح الأبواب حقيقة أمام المستثمرين ورجال الأعمال، وتكون خطوة أولى نحو مشوار طويل سوف يكون فيه فائدة على كل هذه الأطراف. شكرا جزيلا. يا هلا. كما أشرنا وكما أشرت سابقا بأن هناك تكامل على الجانب أيضا السياسي والجيوستراتيجي، ورأينا كان بيان من أحد بنود بيان القمة هو التطرق إلى قضية الفلسطينية وتوحيد المواقف بين دول رابطة آسيان مع دول منطقتنا ودول الخليج من مركزية القضية الفلسطينية. تجمع الاقتصاديات الموجودة في هذه الرابطة يعود بشكل إيجابي في حال وجود علاقات إيجابية ووثائق استراتيجية بين دولنا، دول التعاون وهذه الرابطة. لا شك بأن توثيق التكامل بين دولنا وهذه المجموعة سيعود بشكل إيجابي على دولنا في الجوانب الاقتصادية تحديدا، وكما قلت لك الإطار الأمني، ورأينا أيضا بأن هناك إطارا استراتيجيا خلال 4 سنوات يصب في هذه الزاوية. طبيعي أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى عربيا، أبدا ليس بالمستغرب، هو استهلال وبداية يعني أكثر من طبيعية لأي حاكم عربي، فما بالك إذا كانت المملكة العربية السعودية ممثلة بسمو ولي العهد. والوضع الراهن في فلسطين المحتلة وفي الأراضي الفلسطينية خصوصا في غزة، وهناك أيضا توتر في مناطق أخرى في الأراضي الفلسطينية حتى رام الله، يعني كان هناك بعض الانتهاكات الإسرائيلية في مناطق أخرى، فهي ليست بغريبة أصلا، يعني متوقعة ومتوقعة بحد كبير. أنه نتحدث عن موضوع غزة، نحن أمام قمة لرابطة دول الآسيان مع دول مجلس التعاون، 6 دول تمثل مجلس التعاون و10 دول تمثل الآسيان، فمن الطبيعي أن تكون هذه البداية التي تشير إلى قضية مهمة تهم كل المسلمين وتهم كل العرب. ونحن نتحدث عن فلسطين، نتحدث أيضا عن المسجد الأقصى، فما بالك إن كنا في بلاد الحرمين، فهم الأولى أن يتحدثوا عن أولى القبلتين وثالث الحرم. القمة وضعت عمل مشترك بين دول الخليج ودول رابطة الآسيان، خطة عمل مشتركة، كيف ترى من ناحية الاستثمار، السياحة، أمن الطاقة في كل المجالات؟ نعم، لدينا العديد من الملفات التي تطرح على سبيل الاستثمار فيما يخص دول مجلس التعاون ودول رابطة آسيان مجتمعة. فهناك قوة اقتصادية لدى دول الخليج كونها يعني من أهم مصدري النفط في العالم، ولديها طاقة للاستثمار في مجالات متعددة. لا شك أنه البحث عن مجالات استثمارية في ربما أماكن لديها بعض الإمكانيات كدول مجموعة رابطة آسيان هو خطوة إلى الأمام، والتحرك أيضا ككتلة خليجية لا شك أنه يعطي قوة أكبر عن الاتفاقات الثنائية التي تعقد. لدينا بلاد تحمل ربما معطيات
تبشر بمستقبل إذا ما تم الاستثمار بالشكل الصحيح على المجال الزراعي أو إن توجهنا إلى النمو التجاري في هذه الدول. أيضا لدينا الصناعات المتعلقة بالبترول فيما يخص البتروكيماويات وتصفيات البترول في المصافي العالمية. هي هذه الدول بحاجة ناهيك عن القوة الاقتصادية لهذه الدول التي تمثل أكثر من 5 تريليون دولار مجتمعة، فأنت تتحدث عن ثالث قوة اقتصادية على حجم القارة الآسيوية بعد اليابان والصين. لا شك أن هذه دول تحمل أهمية إذا ما أتت مجتمعة كما هي القمة في رابطة دول آسيان مع دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى أنه التعدد الذي يحمله ملف الاستثمار الاقتصادي لدول مجلس التعاون والإبحار بأكثر من اتفاقية ووضع خطوط لهذا الاتفاق، وهو ما تحدث عنه جوكو ويدودو قبل قليل في الكلمة الافتتاحية لرابطة الآسيان، وتحدث عن اتفاق إطاري يحمل كل الاتفاقيات التي تتم بين دول مجلس التعاون ودول آسيا. ختاما، القمة تشهد زخم إعلامي جيد، حضور أكثر من 114 وفدا إعلاميا و83 وسيلة إعلامية. كيف ترى حجم التفاعل والتغطية الإعلامية وتجهيزات وزارة الإعلام السعودية؟ نعم، لا شك أنه الأهمية التي تحملها هذه القمة هي مربوطة أصلا بمن يقيم هذه القمة ومن يحضر هذه القمة من القادة. فرأيتم التمثيل الذي إذا ما بدأنا بدول مجلس التعاون وهذا الاهتمام من دول مجلس التعاون، فتمثيلها على أعلى مستوى ممكن في دول مجلس التعاون مجتمعة. ولذلك من الطبيعي أن يكون التغطية الإعلامية تبعا لدرجة أو قوة التمثيل لهذه الدول، بالإضافة إلى الملفات المتوقع طرحها خصوصا فيما يخص الاقتصاد الذي دائما ما يكون هو الداعم الرئيس لأي ملف سياسي قد يطرح. العامل الأهم، دول مجلس التعاون لديها بحمد الله استقرار واستقرار طويل الأمد. دول مجلس التعاون لديها جانب المصداقية في العديد من الاتفاقات الدولية الموقعة منذ 10 سنوات، منذ 20 سنة، منذ 50 سنة، منذ 100 سنة. فعنصر المصداقية وهو الأهم في أي اتفاقية تحصل بين أي مجاميع دولية ككتل أو حتى فرادة. يعني لدينا بحمد الله تاريخ من المصداقية يعزز الثقة أكثر وأكثر، سواء مع دول رابطة الآسيان أو مع أي دولة أخرى تطمح للاشتراك والتشارك مع دول مجلس التعاون. ناهيك عن أهمية هذه الدول والحجم الاقتصادي لهذه الدول والأمن، إذا ما تحدثنا عن أمن الطاقة والذي دائما ما يكون هاجس في أي توتر يكون في العالم، خصوصا ونحن نعيش هذه الاعتداءات التي يكررها الصهاينة على الأراضي الفلسطينية وما يشوبها ربما من تعطل لتنقل شحنات النفط من هنا وهناك، دول مجلس التعاون دائما ما تضمن الاستقرار النفطي، وهذا دون أدنى شك يعود بالنفع على البلدان خاصة الشعوب الفقيرة من العالم التي دائما ما تنظر إلى البترول على أنه هو العامل الرئيسي لأي صناعة أو أي تكلفة، سواء في مجال الغذاء أو في مجال المواصلات أو في مجال التنقل أو حتى في مجال البناء والبنى التحتية. فهذا ضمانة دائما ما تضمنها دول مجلس التعاون في موضوع الأمان النفطي أو أمان أسعار النفط حتى لا يكون سلبيا على الدول خصوصا الفقيرة. أستاذ منور المرضي، إعلام الكويتي، قمة تاريخية هي الأولى من نوعها، مساحة حرة لك في ختام هذا اللقاء. والله باختصار أستطيع أن أقول أنه أفخر أني أحد أبناء دول مجلس التعاون، أفخر بأنه هذه الدول بحمد الله دائما ما تنظر إلى مستقبل مواطنيها، دائما ما تخطط إلى مستقبل الأجيال القادمة، دائما ما تطمح إلى ازدهار هذه الدول. بحمد الله لدينا العديد من البنى التحتية التي قام الآباء والأجداد قبلهم في بنائها، ونحن اليوم ننعم بحمد الله ونتمنى أن ينعم أبناؤنا وأحفادنا أيضا بأفضل مما نعمنا به من فضل
رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن ثم بجهود هذه السياسات التي دائما ما تطمح إلى الطمأنينة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لقد حققت دول مجموعتين إنجازا مهما في طريق التنمية الاقتصادية، حتى تتجاوز الناتج المحلي لدولنا المجتمعة 7.8 تريليون دولار، وشهدت دولنا معدلات نمو اقتصادي زادت من نسب مساهمتها في الناتج المحلي العالمي، حيث نمى اقتصاد دول مجلس التعاون بنسبة 7.3% ونمى اقتصاد دول آسيان بنسبة 5.7% خلال عام 2022، وذلك يدفعنا للعمل معا نحو اقتصاد أكثر ازدهارا. إن العلاقات التجارية بين دول المجموعتين تزداد تطورا ونموا، حيث بلغ حجم التجارة مع دول الآسيان 8% من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون الخليج العربي عالميا. قمة الرياض الخليجية الآسيوية خرجت باتفاق سياسي موحد حول ما يحدث في غزة، وفي الجانب الاقتصادي خرجت بتوافق في جميع المجالات. عبد الحكيم شار، الرياض، صحيفة سبق.